شاهدنا فيلم سعودي من إنتاج قناة SBC السعودية، تدور أحداثه حول عائلة سعودية مكونة من أم وطفلة يتعرضان للاختطاف في إحدى الدول الأجنبية على يد أحد الإرهابيين. وتم تصوير الفيلم في كل من الرياض وتركيا والعاصمة الأردنية عمان. أنا شيهانة. شكلك سعودية. إيه وأنت؟ السعودية. جاي هنا سياحة؟ يما وش اللي صاير؟ وين حنا رايحين؟ اسمعي، من الحين تغطين شعرك وتلبسين عباتك. فين الملابس مرة كئيبة وما فيها فرح. أبوي معلم سعودي ولا ترك ديرته ولا حرب عياله. صحي أنت؟ وين عقلك؟ ناسلك دبلوماسي؟ شلون بتروح لهم؟ حارب وموت، أهم شيء إنك ما ترجع. يخيرونك كيف تموت وما يخيرونك كيف تعيش. أي دولة هذه؟ أنت بتقعدين هنا في الدولة، هنا حياتك وهنا مماتك، تفهمين؟ سعودية! أبغى أرجع السعودية! أبغى أرجع السعودية! ما نقدر نسوي شيء، خلاص دخلوا سوريا. هي أدري إنهم دخلوا سوريا، يعني خلاص موقف نتفرج يعني؟ طيب وش اسمك؟ شكيب السوري. يعني أنت زي علي بابا؟ يا عيني عليكي، وبين الأربعين حرامي. ليتني ما أخذتهم السعودية. ما هذا الكلام؟ أنت ندمانة؟ وينضم إلينا من الدمام بطلة الفيلم المبدعة ليان الشهري. أهلا وسهلا بك ليان. بالبداية نبارك لكم هذا الفيلم الأول من هيئة الإذاعة والتلفزيون. حدثينا ليان عن هذا الفيلم. فيلم سعودي، إنتاج أردني، إخراج مصري. هو فيلم سعودي عبارة عن أم وأخ وأخت، عبارة عن طفلين. أمهم أخذتهم زي ما تقولين اللي هو ضحكت عليهم، أخذتهم من تركيا لسوريا. بدت البنت تدخل في حالة اكتئاب إنه داعش ومدري وهالكلام، من هالكلام إنه كئيبة، ما بس كئيبة هناك. وبدت البنت إنه هي تحب الألوان ما تحب السواد، فبدت البنت تدخل في حالة اكتئاب، وهناك تعرض للجلد والضرب لأنها تحب الرسم، والرسم هناك يعتبر حرام في داعش. يعني أحداث كثيرة، ومنها اللي هو كيف رجعوها للسعودية. في قنصل ما ودنا نحرق القصة ليان، يعني أكيد بيحضرها. بس قولي لي كيف كان التصوير، يعني كم استغرق فترة التصوير؟ 6 أسابيع إلى 7 أسابيع تقريبا. وكيف الأجواء في التصوير؟ حبيتي الأجواء؟ إيش اللي عجبك أكثر شيء؟ حلوة الأجواء هناك، لكن تعرضنا لبعض المخاطر أكيد. زي إيش؟ زي طلق النار في أنحاء عمان. ربي سلم، ما صار حاجة الحمد لله. طيب حدثينا ليان، هذا أول فيلم أو لك أفلام سابقة؟ لا، هذا أول فيلم لي. ولي الشرف صراحة أني أكون في بطلة أول فيلم سعودي. صراحة فرحة ما توصف. مثلتي قبل كذا أي عمل، أي أعمال تمثيلية؟ أنا كنت أشتغل في مسرحيات. يعني غير اللي هو الأفلام توني بدأت فيها. إيش المسرحيات اللي أشتغلت فيها قبل؟ مسرحية فطومة في روما مع سبوت تيم، ومسرحية مصباح علاء الدين مع المخرج أسد العلائلي. طيب ليان، أنت تدرسين؟ اي أدرس. طب كيف وفقتي بين الدراسة وبين التمثيل؟ هو في بينه توفيق، اللي هو زي الدراسة أخلي لها وقت والتمثيل لها وقت. مثلا في شيهانة أخذت اللي هي إجازة حوالي 2 شهر، إجازة تفريغ. بعدها طلعت، وبعدها رجعت اختبرت الاختبارات ونجحت الحمد لله. الحمد لله، مبروك. مبروك نجاح الفيلم ومبروك نجاحك في المدرسة. طيب مين اللي يدعمك ليان؟ بابا وماما يدعمونك من البداية؟ اي من كانوا البداية. يعني هم اللي خلوكي تدخلين المجال؟ من عمر 8 سنوات. طيب انت كان عندك هواية يعني في المدرسة، شاركتي في مسرحيات بالمدرسة، يعني ايش كيف اكتشفتي هوايتك في التمثيل؟ صراحة كنت إنسانة خجولة، لكن لما اللي هو بدأت أدخل في مجال المسرحيات بدأ يعجبني الموضوع. والمخرج إبراهيم اكتشف الموهبة هذه
كلب أبو ماما وتكلم معهم. حلو، يعني أنت في المدرسة ما كنتي منتبهة للموضوع بس اكتشفتيها بالصدفة. إيه ممتاز. طيب أتمنى لك التوفيق ليان الشهري بطلة فيلم شيهانة، وشكرا لتواجدك معنا. يعطيك العافية. شكرا. شكرا لك.